المجلس قرأت الأحرار والإدارة المحلية. نرحب بالسادة الحضور. تعرفون جيدا أن المدينة تعرضت إلى دمار، وهذا الدمار بحاجة إلى بناء وإصلاح وإلى جهود استثنائية للنهوض بالمدينة. أنا عندي تصميم، عندي حسابات كاملة، راح يضيف لي 1000 مكعب مع تحسين الكهرباء. وصلني اللي عندك حتى يبدأ المشروع. تشغيل السد بسبب ارتفاع مراسيل المياه هو اللي تقريبا منتظر المحافظه لانه تحتاج الى تعزيز وطني. يعني غير اروح على التجمعات السكانيه الاكبر اللي بها دوائر الدوله اللي بها مصادر مثل ما يقولوها تموين هواي مستشفيات غيرها. اليوم كانت زيارتنا إلى تل عفر. تل عفر من المدن المنكوبة الحقيقة من العمليات الإرهابية وأثناء عمليات التحرير. يعني عندنا احنا مشاريع من 2018 لتل عفر، وعندنا على 2019 موجودة، وعندنا ما يسموها التخصيصات الموازنة الفيدرالية للمناطق التركمانية. هذه أول مرة تحصل تل عفر شيء مستقل بحدود 6 مليار، لكن هذه كلها المبالغ حقيقة إذا نريد إعادة إعمار بشكل جيد إلى تل عفر أنا أعتقد نحتاج مبالغ كبيرة، يعني تفوق 50 مليار. كثير من الأحيان المراسلات خلينا نسميها الروتينية والعمل الروتيني في دوائر الدولة يأخر وصول المشاريع. اليوم لقاء مباشر مع كافة القطاعات، وكان اللقاء إيجابي إن شاء الله، وخطوة جديدة في سبيل إعادة الإعمار في تل عفر. مشاريع الموصل إن شاء الله يعني نقول 2019 و2018 كان هنالك مبلغ بحدود 130 مليار دينار. هذه المشاريع قسم منها أنجزت والآخر ينجز بالوقت الحاضر. على القروض والمنح اللي قسم من أدها تم تنفيذه والقسم الآخر في طريقة إلى التنفيذ حوالي 441 مليون دولار، وأعتقد هذه المبالغ ما زالت قليلة بالنسبة للموصل، لكن أنا أعتقد على عام 2020 في نهايته سيكون هنالك تغير واضح في خريطة إعادة الإعمار في نينوى. مرافقنا اليوم الأخ معالي الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة في زيارة إلى قضاء تل عفر للوقوف على المشاكل الموجود في القضاء في ناحية الخدمات، وقد اطلعنا بشكل مسهب ومطول على مجمل المشاكل، وقام الأخ مصطفى الهيتي بإدراج بعض المشاريع في الجانب الصحي وفي الجانب الخدمي والطرق في الطرق والجسور. قمنا هذا اليوم افتتاح عدة مشاريع في قضاء تل عفر والتي نفذت عن طريق بلديات محافظة نينوى، ومنها المشاريع هذه خاصة بتنمية الأقاليم لعام 2018. هذه المشاريع كلفتها تقدر بمليار و700 مليون دينار، هي عبارة عن إعادة وتأهيل الشوارع المتضررة من جراء عصابات داعش الإرهابية. العمل تخلل هو رصف الشوارع بالطابوق والشتايجر والتبليط بالبايندر والاستبلايزر وأرصفة جانبية وقوالب، وهناك سياج حديدي لأحد الشوارع تم تنفيذه من قبل مديرية بلديات محافظة نينوى، وهناك خطة إن شاء الله لعام 2019 ستنفذ قريبا في قضاء تل عفر الذي يعتبر أكبر الأقضية في العراق. الخطة لعام 2019 تنفذ في الأيام القليلة المقبلة. اليوم زرنا قضاء تل عفر بمعية الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق الإعمار والأخوة النواب لتحديد احتياجات القضاء وكذلك المناطق الأخرى التي هي غرب محافظة نينوى. الحقيقة تم الاتفاق مع الدكتور مصطفى الهيتي على تحديد الأسبقيات والأولويات في المشاريع، وستقوم كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تقديم مشاريعها
حسب ما تحتاج وحسب ما متوفر من تخصيص وسيولة. وعدنا الدكتور إن شاء الله بتهيئة كل الاحتياجات تدريجيا، ولكن تحديد الأولوية سيتم هذا اليوم إن شاء الله. سيتم تأهيل 3 محطات في قضاء تل عفر. هذه المحطات متضررة جزئيا، حاليا هي بالعمل ولكن تحتاج إلى تأهيل كامل، سيتم تأهيلها عن طريق صندوق الإعمار. حضرنا هذا اليوم الاجتماع الموسع الذي عقد في قائمية قضاء تل عفر وبحضور النائب ثابت العباسي ورئيس صندوق الإعمار الدكتور مصطفى الهيتي ومجموعة من المدراء الدوائر الخدمية في داخل محافظة نينوى وفي قضاء تل عفر. فيما يخص الجانب الصحي، تطرقنا إلى إعادة تأهيل مستشفى تل عفر حيث أن نسبة الإنجاز بلغت 80%. طالبنا من الدكتور مصطفى الهيتي بتجهيز صالات العمليات في مستشفى تل عفر بالمستلزمات الطبية والأثاث الطبي، كما طالبناها بإعادة تفعيل مشروع بإعادة تفعيل الديلزة في قضاء تل عفر.